اهلا بكم في اهلا وسهلا فيكم في جاشا. اهلا بكم في جاشا. مرحبا بكم في جاشا. جاشا جاشا جاشا. اهلا بكم في جاشا. اهلا بكم في جاشا. جاشا جاشا في جاشا. كل يوم خميس على شاشة التلفزيون العربي، على قنوات التلفزيون العربي، كل يوم خميس على قناة العربي، على التلفزيون العربي، على شاشة التلفزيون العربي. من أستراليا سيدني، من السودان، من الجزائر، من كاليفورنيا، من العراق، من العراق، من الرياض، من القاهرة، من مصر، من الجزائر، من ليبيا، من اليمن، الأردن. شوشو من نيوزيلندا، من كفر الشيخ. بحبك يا جو. شكرا لكل الناس الجميلة اللي بتبعت لنا الفيديوهات ديت على صفحة جوشو على الفيسبوك. قبل ما تتفرجوا على الحلقة اعملوا لايك للحلقة دي على اليوتيوب، وكمان اشتركوا في قناة جوشو على اليوتيوب، فعلوا زر التنبيهات عشان دائما يوصل لكم الحلقات الجديدة أول بأول. أهلا بكم في جوشو. في ظل ما الأحداث في غزة في تصاعد مستمر عن الأول، وفي ظل ما المجازر بتزداد بشاعة وقسوة، بنلاقي الاهتمام العالمي بيقل عن زمان. من 10 شهور لما بدأت الحرب على غزة تخضيت، صح؟ تخضيت لما عرفت إنه كلها شهرين ويعدي سنة على الحرب في غزة. أنا كمان زيك. مهم، زمان لما كان صاروخ يقع على مدرسة أو مستشفى كان العالم بينتفض، المشاهير بتتكلم، كل وسائل التواصل كانت بتتكلم لدعم غزة، فكانت إسرائيل بتضطر تبرر وتقول ده الضرب ده كان بالغلط، ده مش احنا، مش اسرائيل، ده المقاومه اللي ضرب الصاروخ عندهم دول. حاول تفبرك مبررات عشان الموجه ما تعلاش عليها. دلوقتي اسرائيل بتقتل الجرحى في المستشفيات، وتأسر اطبائها، وتخرج المستشفيات عن العمل، وتقصف الطواقم الطبيه، وتستهدف الدفاع المدني، وتقصف اكتر من 100 مدرسه ايواء عن نازحيها، ما بتطلعش حتى تبرير واحد. بالعكس، دي بتنشر الفيديوهات ديت وبتتفاخر بيها، لانه خلاص مفيش حد تبرر له. الوطن العربي ما بقاش بينتفض، ده حتى مش بيخطط لقمه عربيه بخصوص غزه، اللي هو ولا كأننا عملنا حاجة أصلا. ونسينا كمان قضية محكمة العدل الدولية، والناس انشغلت بترندات تانية وبطلت تعد بعد الشهيد رقم 20,000، وما يعرفوش أنهم وصلوا أكتر من 40,000 شهيد و 90,000 مصاب، ولا يعرفوا أن في ما يقرب من 10,000 مفقود تحت الأنقاض في غزة ما تمش إدراجهم وسط الشهداء، ده غير ضحايا سوء التغذية والمجاعة والأوبئة اللي بيستشهدوا بشكل غير مباشر يوميا. الوطن العربي عامل ودن من طين ودن من عجين. حد سامع؟ قلنا يمكن صوت الفلسطينيين مش وصل لهم، فانا قررت النهارده اقول لهم في ودنهم. يا اعلام يا عربي، يا فوق بقى، في عشرات المجازر حصلت ومئات الشهداء سقطوا في اخر اسبوع، محتاجين نرجع غزه ترند تاني، محتاجين يبقى في تسليط ضوء من الاعلام على الدم اللي بيسيل في غزه. التاريخ بيفتح ابوابه لهذه الحركة وهذه القبضة المرفوعة بتحدي إلى أعلى، والدماء تسيل من أذن ترامب. هات لي صورة تانية يا ابني. أهي هنا المشتبه فيه اللي هو القاتل الذي قتل، يا رب نلاقيه. ده مسار رصاصة 137 متر هنا أهو. ياما تحت السواهي دواهي. قول قول. أصابت الجزء العلوي من أذن ترامب اليمنى وسالت الدماء بشكل مؤسف جدا جدا. خلاص يا نشأ، انت هتحضر دكتوراه على ودن ترامب؟ ده عامل استديو تحليل الودن. عايز أقولك يعني لو كنا كملنا شوية كان طالع بأشعة ترامب على الهواء. يلا بس كتر خير، طمن العالم العربي. الناس كلها كانت بتسأل يا ترى ترامب هينفع يعمل بيرسينج في ودانه ولا خلاص كده؟ شكل مؤسف جدا. شيء مؤسف جدا ان الدماء سالت من ودن ترامب. لازم نعمل حملات مقاطعه لحد ما شلال الدم يقف، وحد يدي ترامب بلاستر. سالت الدماء بشكل مؤسف. تقلقش يا نشأ، ما تقلقش، ودن ترامب يعني ما فيهاش اي منها هاله، كده كده رؤساء امريكا مش بيسمعونا اصلا. وانت بالذات يا نشأ وانت عارف كويس. هالو سير. شوف بس، هل استهداف قرقوشة ودن أكبر عندك من استهداف مربع سكني كامل؟ ولا يمكن ده خبر مش مؤسف قوي بالنسبة للإعلام العربي؟
معذور يا جدعان عشان الطلقه دي كانت ممكن تبوظ طبله ودن ترامب، وانت نقطه ضعفك يا نشأت الطبله. عموما يا جماعه اول الغيث قطره، يمكن التعاطف الدولي بيبدا من التعاطف مع القرقوشه. يا جماعه ثواني، يا جماعه انا مش جاي الفقره ديت اهتم بودن ترامب، ما تبقوش اعلام ودني كده، انا جاي اكلم العالم عن تفاصيل المجازر اللي مستمره فيها اسرائيل. في الدقيقه السادسة بالظبط اطلقت عليه رصاصه من قناص. الرصاصه جت في ودنه اليمين، اصاب ودنه، الاذن اليمنى، في اذنه، الاذن اليمنى، ودنه بتجيب دم، جت في ودنه من ورا. اذنه شد وذنها، اذنه اليمنى، في اذنه، في اذنه اليمنى، الاذن اليمنى، بقه ما فيهوش اصابه ولكن الدم ده اللي جاي من الاذن. في المنطقه دي الرصاصه جت كده اهي، اخد ضرب الحته دي ودنه اهي، كانت ثانيه تدخل المخ لكن الحمد لله. يا ما انت كريم يا رب، ما كناش هنلاقي حد غيره يخلي القدس عاصمه اسرائيل. شكرا يا خير ان انت جايب ملخص لمسات الرصاصه على ودن ترامب. لا يا جدعان دي ودن ترامب، انتوا بتتكلموا في ايه؟ عارفين لو حزام بنطلون ترامب وقع الاعلام كله هيغطي الخبر، بس اهم حاجه ما يكونش الحزام الناري اللي بيقتل 300 شهيد، لا ده مش بتاعنا. وبالصلاه على النبي نشأة حافظ توقيت ضربه الرصاصه دقيقه السادسة بالظبط. عايز اقول لكم لما استشهد مجندين على الحدود برصاص اسرائيل الاعلام ما كانش حافظ اساميهم اصلا، احد العناصر، احد عناصر، لكن ترامب على طول نزلوا له منشط ترامب ينزف دما. بعدين يا اسطى هو فين النزيف اصلا؟ ده لو حد شاف الخبر ده بالصوره ديت هيفتكروا جاله بواسير. مقدر يا جماعه الاهتمام بخربوش ترامب، لكن يا ريت نفس الاهتمام ده نلاقيه في تغطيه استشهاد 400 فلسطيني في يوم ونص. لا واضح كده ان السمع مش نافع مع الوطن العربي والاعلام. طب استنوا انا عندي حاجه ثانيه، ايوه احنا عايزين حاجه الاعلام يشوف بيها اللي بيحصل. خلينا نلبس النضاره دي يا جماعه ونشوف بيها الواقع ونتجاوز امريكا والانتخابات الامريكيه. ده حتى يعني انتخابات يعني حاجات احنا ما نعرفش عنها حاجه. ربنا رايد انه في هذه الحمله الانتخابيه لكرسي الرئاسه في امريكا تظهر كل علامات القبح اللي موجوده في السياسه الامريكيه. مفيش اي نوع من انواع الايثكس، ايثكس يعني الاخلاقيات، مفيش اخلاقيات الفرسان ولا اخلاقيات المتنافسين ولا اخلاقيات السياسيين ولا حاجه ابدا. المهم ده انا اخلص عليك واوصل للكرسي وبعدين يحلها حلها. معقوله ده بيحصل في امريكا؟ ما عندهمش اخلاقيات المنافسين؟ يا خبر اسود ومنيل يا لهوي. لا الحمد لله احنا عندنا المرشح بنحميه بعيد بقى عن محاولات الاغتيال والنوش ده كله في السجن. ده احنا علينا اخلاقيات تعمل واحد. بس انا عايز احرق لك المفاجاه يا تامر، ان اللي قطم قرقوشه ترامب من نفس حزبه. لا تامر مش بس مش شايف غزه، ده حتى مش شايف اللي بيحصل عندنا في الانتخابات. النضاره مش جايبه له غير امريكا بس. تهالي اسرائيل ما كانتش تحلم باعلام بيساعد الناس ان هي تعتاد المشهد بالشكل ده، كانوا فاكرين ان احنا هنتكلم لحد ما نخرم طبله ودنهم، اكتشفوا انهم ممكن يقتلوا في 5 دقائق 300 فلسطيني والاعلام هيغطي على الجريمه بقرقوشه ودن ترامب. على العموم سيبكم بقى من ترامب ودن ترامب والكلام ده كله، وخلوني انا اخدكم بنفسي لاخر التطورات في غزه، بما ان اللي بيحصل يعني في فلسطين مش لافت نظركم. في حاجه حصلت على حدود مصر ودي بقى لازم تلفت نظركم. نتنياهو اعلن سيطرته الكامله على محور فيلادلفيا ومعبر رفح بشكل رسمي، وقال انا مش ماشي من هنا وما تقوليش اتفاقيه سلام عشان انا مش تمام. معقوله؟ معقوله مفيش حد كده في مصر واحد بس يطلع يوقفه عند حد ويرد عليه؟ ارضنا بتتسرق يا جماعه. احنا اللي اتسرقت مننا الطعميه وخدتها اسرائيل، ما تنسوش ده. احنا اللي اتسرق مننا الفول ومش عارف مين بيقول لك احنا احسن فوق. احنا لا، احنا مصر البلد الوحيده اللي محتاجه ان اكلها يبان في مهرجان اللي هو اللي بيسموه الكولينري. احنا مصر، احنا اللي طورنا كل الطبيخ اللي في العالم. ومش بس كده، انتوا بتتكلموا على طعام وعلى منيوهات من ايام الفراعنه. استنى سنة هي وصلت سرقة الطعمية؟ حسبي الله ونعم الوكيل. أقول إيه؟ العيب على القرطاس اللي شايفها بتتسرق وساكت. أنت فين يا شيف شربيني؟ إحنا مصر. أيوة يا جدعان إحنا مصر. عرفوا الناس مكانتنا. تحيا مصر بالزيت الحار. يعني إيه نتنياهو ابن الذين بيلهنا بمحور فيلادلفيا عشان يسرق الفول المدشوش؟ كفاية إسرائيل تدميس للحقائق بقى. إحنا على فكرة ممكن نصعد ونعمل مؤتمر لهم قمة عربية وزعماء العرب كلهم هيتوحدوا ويحطوا طحينة. ايوه انا كده فهمت احنا ليه سايبين لهم فيلادلفيا، اصل احنا يعني مالناش في الجبن قوي.
بس للامانه يعني انا مبسوط ان اخيرا في حد عارف قيمه مصر ودورها الاقليمي. طورنا كل الطبيخ اللي في العالم. مش مصر ام الدنيا؟ وهي الام ايه غير ان هي تعمل اكله حلوه لاولادها؟ يا جدعان امال انتوا فاكرين احنا متاخرين ليه؟ ما عشان تطوير طبيخ العالم واخد وقت في السوى. طب يا شردي يعني بالنسبه لسرقه الارض يعني ما لفتش انتباهك في حاجه؟ ده حتى تصريح نتنياهو لسه سخن وبسمسم. معقوله يعني الناس تبقى في مجاعه ومصر بتعمل مهرجانات اكل؟ في اباده بتحصل واحنا مستوى الاعلام بتاعنا فقر الطاسه. تخيلوا عمال اقلب في التلفزيون كله مش لاقي حد يتكلم عن المجازر الاخيره في غزه، كله ماسك ودن ترامب وبيغمس بيها فول وطعميه. فين وفين فين وفين يا جدعان لما لقيت قناه اول مره اسمع عنها عليها برنامج عمرنا ما سمعنا عنه مستضيفه لواء اول مره اشوفه في حياتي، بس هو للاسف الوحيد اللي حس بالجرائم اللي حصلت في غزه واتكلم عنها. ضيفي في هذه الفقره سياده اللواء الدكتور اسامه الجمال. اهلا وسهلا فندم. النهارده كان في اشياء بشعه الحقيقه من الاحتلال وكانه يعني عايز يأكد لنفسه موقف أفضل لما يقعد على طاولة المفاوضات أو عايز يخلص بسرعة قبل ما يجبروه على إنه يوقف، يعني مش محدش قادر يفهم الحقيقة. يعني اللي يقول إنه إسرائيل بتبيد الشعب الفلسطيني أنا مش معاه، لأنه هي ببساطة لو عايزة تبيد الشعب الفلسطيني هتقفل الكاميرات اللي بتصور عمليات. هي مين بيصور؟ حضرتك إعلامي وفاهم. طب لو قفلنا الكاميرا الكادر حد هيشوف حاجة؟ طب ما هو يقدر يبيد الشعب ده بالبيولوجي وبالكيماوي وتيجي الجرافات تدفنهم والله ما حد هيعرف ايه اللي حصل. كده يعني حضرتك اعلامي وفاهم انت بتثبته يعني عشان تبقى لاعب كلمتين دول؟ ايه اللي اعلامي زي اعلامي وفاهم ومطقم بنطلون ازرق مع جاكيت عنابي؟ معلش يعني اسرائيل بتبيد الشعب الفلسطيني انا مش معاك. الف حمد وشكر لك يا رب. قتل 40,000 شهيد ومحو 90% من غزه طلع مش اباده ولا حاجه؟ ده الجنود بتاعتها منزله الاباده لايف على التيك توك. ست اللواء ما تبقاش اسرائيل طالعه تبيد وانت طالع تبيض. تيجي الجرافات تدفنهم والله ما حد هيعرف ايه اللي حصل ولا حد ياخد باله. هي الفكره في الردم وانك تقفل شغلك مظبوط، بس ما اهم من الشغل تظبيط الشغل. بس هو بصرف النظر عن ده بيحصل، بس انا ليه شايفك بتديهم افكار جديده ينفذوها للاباده؟ شو هتقول هو مين الصناعي اللي كان شغال في المجزره دي قبلي يا سياده اللواء؟ طب لو قفلنا الكاميرا حد هيشوف حاجه؟ هو حضرتك ليه محسس ان احنا كنا بنشوف المجازر اللي بتحصل على القناه الاولى الاسرائيليه؟ فلو يعني عرضوا بدلها مسلسل تركي ما كناش هنعرف. يا فندم حضرتك شكلك لو فاهم يعني عايزين نعرف لو اسرائيل ما بتعملش المجازر دي بغرض الاباده تفتكر بتعمل كده ليه؟ انما هو مش موضوع اباده، هو موضوع فظاعه المنظر علشان تتعاطف الشعوب. فمثلا على سبيل المثال الشعب المصري يتعاطف مع الحاله الانسانيه اللي في غزه فيطالب حكومته ان هي تفتح الحدود. بس على مين؟ ولا شبر واحد من الحدود يا اسرائيل. لا ما تعملي يا اسرائيل مش تضحكوا علينا وتخلونا نتعاطف مع الشعب الفلسطيني. العب على حاجه غير العروبه، احنا خلاص موجهين تعاطفنا في حته تانية. اذن ترامب اليمنى. هو انا كنت اقصد الطعميه المسروقه بس يلا مش مشكله. طب يا سياده لو انا همشي معاك للاخر، انت بتقول ان اسرائيل بتعمل كده عشان تخلي الحكومات العربيه تتعاطف مع فلسطين. طب اوكي يبقى كده اسرائيل عملت اللي عليها، فاضل بقى ايه؟ دور الحكومات العربيه انها تتوحد. طب حضرتك بقى تنصحنا بايه؟ هل العرب مستعدون ان يتوحدوا من اجل فلسطين حاليا؟ احنا كمصر والله جاهزين للوحدة وكل أدواتها موجودة عندنا وجاهزين ومؤسساتنا، لابد كمان الشعوب العربية يعني تندمج توحيد عملة حاجات كتير جدا. بعد كده نعمل سوق عربية مشتركة ونوحد العملة. من أوروبا النهاردة لغت عملتها وبقت عملة واحدة اليورو. طب ما نعمل إحنا العورو. هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا. يا جماعة مفيش براءة اختراع الكلام العظيم اللي بيتقال ده؟ احنا فعلا اللي معطلنا عن مساعدة فلسطين هو العورو. عورو دي من عرة ولا العورو ده اللي هيعور اسرائيل جامد. حلم كل مواطن عربي فعلا انه يقبض بالعورو. العورو هيجيب الدولار من زورو. يا متخيلين عملة زي دي شكلها يبقى عامل ازاي؟ بس هايل ان المبادرة دي فعلا جت من مصر. اديكم شايفين عملتنا قوية قد ايه، واي حد يتمنى يتوحد معاها اصلا. ما هو للاسف هو ده اللي الاعلام والتوجه العام عايزك توصل له، انك تكون انسان عورو. حتى التنديد والاستنكار وكل اللي انت بتعمله شايفه اضعف الايمان عايزك كمان ما تعملوش وتكتفي انك تكون عورو وسط عالم من العميان. استنوا الفقره الجايه في مهرجان الطعميه. اهلا بيكم مره ثانيه. من كام يوم حصل حدث هز مصر. ايه اسرائيل ضربتنا وهتعتذر تاني؟ لا 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 دي ما تجيش حاجه جنب اللي حصل. بقول لكم حدث وقف البلد على رجليها ولحد دلوقتي ما عادتش. ايه
الكهرباء هتقطع طول اليوم. يا عم بقول لك حدث اهم واضخم. الحدث ده ان في بعض الصور المعارضه للنظام في مصر اتعرضت على شاشه معمل تحاليل في شارع فيصل. اللي قلب البلد بجد وجنن الناس اللي هو ايه ده لسه في كهرباء في شارع فيصل عشان يشغلوا حاجه على الشاشات اصلا. اطمنكم نصور الداخليه الحمد لله قدروا يجيبوا اللي عمل العمله ديت وقدروا يوصلوا لمنفذ العمليه. الله اكبر بسم الله. الدعاء اللي حصل ده ما يقلش حاجه عن نصر اكتوبر. انا بفكر نخليه اجازه رسمي ونسميه نصر فيصل المجيد. انت عارف العقوبه اللي عملتها ديت تلبسك مؤبد لو شاشه 60، ما بالك بقى شاشه 160 بوصه. ده انت هتفضل في السجن لحد ما تبكسل. يا جماعه الشاشه دي يعني بتعرض 4K يعني وش الاخوان اللي عاملينها. لافته كهربائيه حد تسلل ليها وعمل عمل رديء وعمل خسيس قوي يعني. اللقطه الشاشه شاشه من الشاشات شاشه كبيره شاشه ضخمه كبيره امبارح في فيصل في شارع فيصل في شارع فيصل يشاهدها الرايح والجاي ويحط عليها صور مسيئه فيها انتقادات للسيد الرئيس ويقول كذا كذا وبتاع ايه يعني ايه اتعمد من واحد هاكرز واحد هاكر يعمل عمليه تحرير بيعمل ايه يلا خش اعمل الهاكرز خش كذا ممكن بعد كده يخش على الشاشه عندي يعمل كذا. هو ما عندكوش صور يا ابني؟ طب ما تجيبوا لي الصور دي يا ابني. الوضع صعب جدا. انا بقول لك احنا فشلنا اهي. عارفين الفيلم بتاع بلدي قوي يا حسين؟ بنسميها احنا في مصر بالبلدي حركه قرعه يعني. انا عارف ان انتوا اجهزه مخابرات كبيره لدول عظمى بس مفقوسين قوي. هو انا بتكلم ليه في الموضوع؟ هو الموضوع يستاهل؟ لا خالص. ولما الموضوع مش مستاهل يا نشأة بتتكلم فيه ليه؟ ولا انت في حد مهكرك وخلاك تتكلم؟ يابا ده انت ناقص تلم بقيه الاعلاميين في نص نقل وتنزلوا تكسروا الشاشه بنفسيكم. بس تخيل يا نشأة ان الكام ثانيه اللي اتعرضوا على الشاشات دول اتشافوا اكتر من كل تاريخك المهني. يا جدعان دي عمليه بسيطه جدا. اعمل عمليه انتحاريه. ده احنا سوقنا سمعه العمليات الانتحاريه. تخيل من تفجير واغتيال وحزام ناسف لصور مبكسله على الشاشه في فيصل. وبعدين تعالى كده يا نشأة انت ايه اللي انت بتعمله بايدك ده معلش؟ يلا خش اعمل الهاكرز. انا حاسس ان انت مختلط عليك الهاكر بالكهربائي. ده ربنا يسترها على الشاشه اللي معاك في الاستوديو ما نلاقيهاش كمان يوم مشغله فيديوهات لاسامه جاويش. والله العظيم الموضوع يا جدعان بسيط افرط منكم صدقوني. دول عظمى دول عظمى بتهاجمنا من فيصل؟ لا انا كنت ممكن اصدق لو من كعبيش ولا الطوابق لكن فيصل؟ تخيل عمليه مخابراتيه لدول عظمى تفشل عشان العمليه محتاجه 8 والتمنيه عندنا بتاخد 7 بس. لا وحد خد باله سيد علي بيقول ايه؟ من واحد هاكر. هاكرز ايه يا سيد؟ ما انت بتقول واحد هاكر يعني ازاي يبقى واحد وهاكرز؟ انا فهمت. انت وانت صغير كنت بتسيب حصه الانجليزي وقاعد في حصه الموسيقى عشان تتعلم التطبيل صح؟ عموما يا جماعه انا احب اطمن الناس اللي خافت ان لفته فيصل يعني دي تهدد استقرار البلد او تغير النفوس ولا حاجه. لا الحكومه فورا ردت على الموضوع ده رد حاسم وحطت اعلانات على الشاشات الثانيه. الحرب اللي جايه خلاص حرب اعلانات ونشوف بقى يفتط مين اكبر. يعني نستغل برضه شويه الكهرباء اللي فاضلين عندنا ونشغل بيهم الشاشات اللي في الشارع. لا انتوا فاكرين احنا ليه ما ردناش لحد دلوقتي على اسرائيل؟ لا احنا بنجهز لهم شاشه وفلاشه وهنحطها لهم على البعض. بس يا جماعه الموضوع مجرد صور واتعرضت يعني حتى مش جمهور مظاهرات لا 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 شويه صور. ده احنا مساحه الحريه عندنا بقت اقل من 14 بوصه. احنا الحمد لله لسه جاي لنا مساحه حريه تستاهل بوصه ايه تستاهل بوسه. سامعين كلام يعني عن احتماليه تغيير قانون الحبس الاحتياطي بدل ما الناس بتقعد سنه واثنين وثلاثه في التحيات من غير تهمه واحده او حتى محاكمات. قانون دلوقتي الحمد لله بيتعدل وتقريبا الناس اللي في السجون في الحبس الاحتياطي هتشم نفسها قريب. بدايه لمشهد في الرأي والرأي الآخر وعندك مساحة من الحرية مساحة المناشدات اللي بيقدمها الحوار الوطني. الفترة اللي فاتت كان في كلام حوالين الحبس الاحتياطي. العالم كله في حبس احتياطي. في حبس احتياطي مؤكد. في ناس اتحبست احتياطي كتير قوي سنوات. بص تلاقيك قعدت سنتين او ثلاثه بدون محاكمه وبدون توجيه تهمه. في القلب من ده بقى احنا بنطالب ببدائل للحبس الاحتياطي. يعني ما يبقاش في حبس احتياطي خالص. اشكرك. من لم يوجه له تهمه يروح. احنا محتاجين تقليل مدة الحبس الاحتياطي، لا تزيد بأي حالة من الأحوال عن 18 شهر. لكن مفيش داعي إن أنا أفتح الأمور على البحري. يعني مش هيتلغي. يعني يا إيهاب بيه مش هيتلغي ولكن عملت تخفيض. يا إيهاب بيه وعدني أرجوك أوعى تلغيه. لو اتلغي هحبسك أنت. يا جماعة يا جماعة نلغي إيه؟ أحمد لو عليه عايز يحط عقوبة الإعدام الاحتياطي. ده عدو الحرية الأول ده.
يلا الحمد لله يا جماعه ان احنا هنخفف العقوبه، خطوه ايجابيه لا تزيد عن 18 شهر. ده الشاذلي بقى اللي ماسك الداخليه وبيعمل صفقات ولا ايه؟ لا 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 بجد انا عايز اتحبس احتياطي من الاوفر اللي سمعته ده، قليلين قوي يا جماعه 18 شهر، الواحد ما يلحقش يخلص يوم كورسين برمجه حتى. واحد بقى يعترض دلوقتي ويقول لي 18 شهر كتير، يا باشا انت داخل من غير تهمه اصلا، يعني داخل عليهم وايدك فاضيه، 18 شهر دول اقل واجب. ده العيل عشان يتفطن محتاج سنتين. العالم كله في حبس احتياطي. في حبس احتياطي. معلش يعني العالم مش احسن مننا في حاجه. المواطنين في مصر دلوقتي مفيش حاجه في دماغهم غير ان هم يتساووا مع الدول اللي بره في الحد الادنى للاجور والحبس الاحتياطي. بدايه لمشهد الراي والراي الاخر. ياه يا مصر بعد اكتر من 10 سنين هنبدا نشوف الراي الاخر. واحتمال كمان ما نشوفوش عشان الكهرباء بتقطع. يا جماعه ان تاتي متاخرا خيرا من ان لا تاتي. خيرا خيرا هنرجع بقى نشوف المعارضه والحركات السياسيه والاحزاب. وحشتني الاحزاب السياسيه. لما نيجي نتكلم على الاحزاب نجيب عمده الاحزاب، الحزب التاريخي حزب الوفد. حزب الوفد كحزب عريق تاريخي وادوار وطنيه عريقه. نشوف الحزب بيعمل ايه على الارض، موقفه ايه من قضايا سياسيه كثيره. بيظهر فيديو فيه صوره كبيره لزعيم الوفد الخالد سعد باشا زغلول، تحتيه بعض الاشخاص بيتكلموا عن بيع قطعه اثار داخل حزب الوفد. حزب الوفد العريق اولا ليسوا قيادات، اعضاء عاديين. الناس دي من افضل اعضاء الحزب. اللواء سفير نور لا يعتبر من قيادات حزب الوفد. نعم نعم نعم. استاذ عبد الوهاب محفوظ. ثانيه واحد ثانيه واحد. مين اللواء سفير نور؟ ايوه اللواء سفير نور ظهر في الفيديو ده. طيب لا بسال سؤال، يعني حضرتك بتقول ان اللواء سفير نور واحد من الاثنين الموجودين في الفيديو؟ في فيديو تاني كمان طلع، يعني فيديو الاول طلع وفي فيديو كمان طلع وفي فيديو كمان طلع لبقى لواقعة تانية خالص في مكان تاني جوه حزب الوفد برضو بيتكلموا فيه عن بيع للأثار. أرجوك يقولي إنك بتعيدي كلامك، مش كل دي فيديوهات مختلفة. ده كده ما بقاش حزب الوفد، ده بقى وكر الوفد. بس بصراحة الناس معذورة، ما الإيد البطلة نكسة يا جدعان. أديكم شايفين الفراغ السياسي اللي إحنا فيه، معروفة آخرة الفراغ بتبدأ بسجارة وتنتهي بأثار. لا لا بس برضو مش لدرجة أثار يا جماعة. واللي بيعمل كده مين؟ قيادات الحزب. ليسوا قيادات، أعضاء عاديين. ولما الأعضاء العاديين بيتاجروا في آثار جوه الحزب، أمال القيادات نفسها بتعمل إيه؟ بتشرط أفيون. تخص عليك يا أستاذ يمامة، نزلت من نظري قوي. ده أنت عشتك في قلبي كانت كبيرة. الحمد لله يا جدع إنك ما كسبتش الانتخابات، الحمد لله كان هيبقى عندنا رئيس الأعضاء والسفرة بتوعه بيتاجروا في الآثار، تخيلوا؟ تخيلوا وقتها الاقتصاد المصري كان هيبقى عامل إزاي؟ ده كان هيبقى منهار. وبعدين انا مشكلتي بقى مع كل اللي فات ده ان احمد موسى مندهش جدا ان في الفيديو كان لواء. اللواء سفير نور ظهر في الفيديو ده. احمد موسى يا عيني حصل له ايرور، معقوله لواء يتاجر في الاثار ازاي؟ دول قالوا له ان الانسان لما بيوصل لمرتبه لواء بيبقى خلاص محصوم من الخطا، رتبه كمان ويطلع له جناحات ويطير. ده يا عيني اهوله يهاجم الاثار نفسها او يطلع فوائد لتهربه ولا ان لسانه يغلط في لواء. أصل الأثار بتروح وتيجي على المطارات، إنما اللواءات هم اللي مخلدين معانا وقاعدين. أعتقد فيديو زي بتاع الأثار ده كان أولى إن هو اللي يتذاع بصراحة في الشوارع بدل ما نعمل عقلنا، تعالوا سلطنة رفعه ونلم ناس في الشارع الله أعلم هيقعدوا قد إيه في الحبس الاحتياطي. استنونا. أهلا بيكم مرة تانية. أمريكا حاليا بتمر فترة انتخابات. الانتخابات يا وطن يا عربي اللي هي الحاجات اللي بنسمع عنها بره ديت بس مش بنشوفها ابدا عندنا، زي الاصوات الانتخابيه، المرشحين الرئاسيين، المناظرات الرئاسيه، الكهرباء، الحاجات التانيه اللي مش بنشوفها ديت. شايفك شايفك يا وطن يا عربي اللي بتقولي دلوقتي يا بختهم، ما تبص في ورقتك الانتخابيه اللي بتتزور وتسقط. انت ما عندكش حريه وديمقراطيه بس عندك شطاف. صدقني بره ما عندهمش، اللي عندهم حاجه كده اسمها حريه وديمقراطيه. ايه بجد حاجه يعني يعي خالص، يقفوا لي في طوابير صناديق عشان يحطوا صوتهم قال فيه. ايه ده ايه ده ايه الهبل ده؟ لا احنا الحمد لله طوابيرنا تبقى على مخبز العيش، على نقاط العيش، طوابير انابيب بوتاجاز. هو برضو معلش يعني صندوق عن صندوق يفرق. حتى شوف كده انتخاباتهم جايبين لي رموز حمار وفيل. لا عندنا حاجه كيوت خالص، يمامه ونخله، حاجه بسيطه. لا 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 بجد انا معترض جدا على طريقه انتخابات امريكا. خلي موطن عندهم الرئيس بيتغير كل 4 أو 8 سنين، يا حبة حيني ما بيلحقش يعمل حتى صيانه ال 10,000. خطف خطف كده اهو. من اللي احزاب يمين ووسط ويسار، ما في الاخر الكسبان خاضع للوبي الصهيوني. قول لي بقى فين الديمقراطيه في كده؟
صدقني احنا احسن بكتير. تعالوا يا امريكان تعالوا ما تعيطش على امريكي منك له. انا اللي اعلمكم الديمقراطيه اللي بجد. خدكم كده في رحله حول العالم في ربع ساعه عشان وقت الحلقه. لا مش في 200 مش في 200 يوم. هنمر كده سوا يا جماعه ان شاء الله على شويه دول عربيه عندهم برضو انتخابات رئاسيه زي امريكا بالظبط. وهوريكم بقى الفرق بين الديمقراطيه الامريكيه وديمقراطيه الوطن العربي. اول دوله معانا هي كفر عوض. لا كفر عوض عندنا ماشيه بالعموديه. ناخد لفه ثانيه هنروح ليه ده مدينه الانتاج الاعلامي. ايه ده عدس؟ انت عندك هوا النهارده يا ايسر يا جدعان؟ معلش استنوا امريكان رايحين بقى للديمقراطيه اللي بجد اللي هنعلمها لامريكا والغرب. هنروح ليه لبنان. ايه لبنان هي ميزه لبنان بصراحه ان هي عندها ديمقراطيه بس نسينا نجيب رئيس. صدقوني يا امريكان اتعلموا من لبنان. لو اتعلمتوا من لبنان من بكره هتغيروا نظام الانتخابات الامريكيه. هتعملوا التالي، هتعملوا كوتا للسكان الاصليين وكوتا للديمقراطيين وكوتا للمهاجرين، واللي يكسب الانتخابات يعين جوز بنته وزير، وكل كوتا تدافع عن مصالحها ضد الكوتا الثانيه اللي برضه بتدافع عن مصالحها، ومصلحه الوطن بالنسبه لك تبقى مصلحه الكوتا، وكوتا كوتا تبدا الحدوته. لا شك انه العالم مقبل على تغييرات، لكن ماذا عن لبنان؟ كل العالم عم يتغير الا لبنان. كل العالم ينتخب الا بلبنان. الا لبنان. الا لبنان. الا بلبنان ما في رئيس جمهوريه. لبنان بلد مجنون، انا مش عم بفهمه. نحن دائما بلد مفعول به. الانتخابات الامريكيه رح تكون لصالحنا، البعض بيقول الانتخابات الايرانيه لصالحنا. اذا صار في هدنه بغزه ممكن نقدر نزمط برئيس. اليوم دخلوا الالمان على الخط. الياباني والالماني والمصري والقطري وفي ادله كل 20 دوله دخلوا على الخط. نحن بلد يعني الحكم الفرنسي كثير مهتم فينا. نحن متعلقين بفرنسا اكثر من الفرنسويه. لانه هن بحسوا انه لبنان من هالدول هيدا اقرب شيء لهم. مؤسساتنا البعضة ماشيه ما هي مبنيه على ما عملوا الانتداب يعني. في تاريخ مشترك اللي هو تاريخ الانتداب. يا سلام على الانتداب، فكرتونا بايام الاحتلال الجميل. ايام هيلا هيلا وقال لي ميزو الانتداب ده ما فيش زيه. لما كناش بنختار ما بين مرشحين في انتخابات بقى ونروح نصوت، كانت الانتخابات بين الدول والكسبان يحتلنا ويعين حاكم بنفسه بقى. ده على كده اسرائيل بقى مش بتبيد غزه، انت رايح هناك تكتب التاريخ. ايه ده يا لبنان؟ هو من امتى بنطلع نقول ما زال الاحتلال الفرنسي على الهوا كده؟ احنا دائما بلد مفعول به. ده بلد مفعول به منصوب عليه مجرور بالفساد. يا استاذه ليه بتحن لايام الاحتلال؟ عشان يعني الاحتلال كان بيسرق مواردكم؟ هو المسؤولين اللبنانيين دلوقتي اثروا معاكم في حاجه؟ ما هي هياء، ده حتى اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. مالنا احنا ومال فرنسا؟ احنا متعلقين بفرنسا اكتر من الفرنسويه. هو ايه اللي متعلقين بفرنسا؟ ده الحاجه الوحيده المشتركه بينكم هي الكراسو والشوكولامو. انا عايز اقول لحضرتك ان تعال على الكاميرا دي، انا عايز اقول لك ان فرنسا نفسها ما تعرفش انك عايش، ولا اهتمامك بيهم يفرق معاهم في حاجه، هم شايفينك مواطن درجه ثالثه عايش في دوله عالم ثالث ملوش وزن ولا كلمه. صدقوني حاولوا تتعلقوا ببلدكم، جايز تعرفوا تجيبوا رئيس يرجع لبنان مجدها تاني، ما تحتاجوش اهتمام فرنسا. لو كل الدول فكرت بنفس طريقتك ما كانتش الدول الافريقيه انهت السيطره الفرنسيه على ثرواتها. تاني يا جدعان نركز في انتخابات لبنان. الانتخابات الامريكيه رح تكون لصالحنا، الانتخابات الايرانيه لصالحنا. شوف كل انتخابات العالم في صالح لبنان، ما عدا انتخابات لبنان مش في صالح لبنان. بجد يعني انا دلوقتي اقول للامريكان من مصلحتكم ان انتوا تعيشوا سنتين من غير رئيس؟ لبنان بلد مجنون. لا لا بلد مش طبيعي. بص زعمائهم كده يصحوا الصبح مجانين يقول لك يلا سيشيل ناو يلا طالع على البنك المركزي. مجانين بقول لك. البلد الوحيده اللي فيها الزباله موجوده في الشوارع وعلى الكراسي. معقوله؟ يعني اروح اعلم الامريكان الديمقراطيه اقول لهم بلد بحجم لبنان وتاريخ لبنان ما عندهمش رئيس؟ بجد عادي كده تفضلوا سنتين من غير رئيس وكل الناس ساكته؟ يا لبنان اليس فيكم رجل رشيد عينه كلها تطلعات على المستقبل، نظراته كلها على جمال لبنان ومميزات لبنان؟ الوزير السابق وئام وهاب مرحبا معاليك. مرحبا. ماذا عن الرئاسه؟ بقى ماشي تفصيل صارت هون. ايش؟ تفصيل ما له طعم. الرئاسه هالقد صارت لزوم ما لا يلزم؟ انت مصدقه عنا انتخاب رئيس؟ نحن بيجيبوه من دينتهم بينتخبوا بيحطوا ورقة كلهم بيجيبوه من دينتهم؟ ولك ايه طبعا اغلبهم يعني، بس انه انت ما عندنا انتخاب رئيس، تعيين الرئيس تفصيل صار، ايه ما له طعمه، بلد ماشي بلا رئيس سنتين وبيمشي 10 سنين بلا رئيس. باشا 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 باشا
عينك معايا هنا يا باشا، بص فين؟ سابا لبنان مش تحت قوي كده، بيمشي 10 سنين بلا رئيس. لا واضح من نظرتك انك مهتم قوي. لا 10 ايه بقى؟ ده اكيد 32 غامق كعب عالي، ولا انت بتبص على ايه؟ يا عم ركز في انتخابات الرئاسه اللبنانيه ارجوك. تفصيل ماله طعمه رايك يا باشا؟ رئاسه ايه وكلام فارغ ايه؟ كل دي شكليات. لبنان زي الفيديو ده بالظبط، ماشي بنور الله. بعدين فعلا في اي دوله وجود الرئيس مش شرط. انا عايز اقول لك اعرف دول عندها رئيس وماشي عادي برضه. المشاكل كلها بتيجي لما بلدك يكون فيها رئيسه تاني. ايوه صح، خسرت ايه لبنان؟ خسرت ايه في السنتين دول؟ خسرنا لبنان كلها من كتر مشاكلها؟ يا عم اعتبرها زي اطراف البيتزا اللي بترميها، شكليات كل شكليات. انا محرج قوي من امريكا يا جماعه، ده انا كنت جاي ادي لامريكا درس في الديمقراطيه الرئاسيه من لبنان، بس طلع لبنان اصلا ما فيهاش رئيس. انا اسف، هشوف لكم بلد تانية يا امريكا. تعال تعال استنى. انت يا حيوان، سوري يا نشأت، ما كانش قصدي والله يا عم، جت فيك غصبا عني، معلش. هنروح بلد تانية، نروح بلد تانية. تونس، هي دي يا جدعان الديمقراطيه اللي بجد. تونس فعلا، تونس داخل على انتخابات قريب ان شاء الله، اتعلموا بقى يا امريكا الديمقراطيه منهم. ده احنا المصريين كنا بنقول على طول الاجابه تونس، بعد الفيديو اللي جاي ده امريكا هي اللي هتقول الإجابة تونس. البعض يتحدث عن الرئاسة، سلطته ليست طموحا وكرسيا وأريكة، بل هي مسؤولية. السلطة بطبيعتها لا يمكن أن تكون مقبولة من الجميع، السلطة تفرز الاحتجاج، ولكن نحن نخوض حرب وجود، حرب بقاء أو فناء. البعض يتحدث عن الرئاسة، لماذا قاطعوا؟ قالوا لا تشارك في الانتخابات التشريعية، ويتهافتون اليوم على الانتخابات الرئاسية. أرادوا أن يسقطوا الدولة، لا يمكن أن نقبله بأن يتم الترشح من قبل مجموعات ترتمي في أحضان الخارج. إيه ده؟ إيه ده سيد خيط؟ إيه ده يا جدعان؟ إيه ده؟ إيه ده؟ استهدى بالله، مفيش حاجة، مفيش حاجة. انت بصراحه اللي غلطان، مفيش حد بينقل المرشحين من على وش الانتخابات. شويه تقول لنا الانتخابات ديمقراطيه، في الاخر تقول مش هتسمح لكل الناس تترشح. خلاص يا فايز، فانت عشان شاطر في العربي تدينا درس تطاط يوضح المعنى ويقويه. ترتمي في احضان الخارج. طيب خلاص خلاص يا مرشح رئاسي يا تونسي منك له، ما تترميش في احضان الغرب. انا بقول تترمي في حضن الشاويش يسكنك في زنزانه النشطاء. لا سيد قسم الدقش، ياما مسؤولين وفي السلطه وعندهم اجندات من الخارج، ما عدا حميدتي طبعا مع ستيكي نوت. انا بجد اول مره اشوف رئيس بيختار الناس اللي هتترشح قدامه. اما كنت تجيب مرشح صغير وتربيه على ايدك احسن، اهو تضمن لما يكبر ما يعملش راسه براسك. يلا تعالوا بقى يا امريكا، شفتوا تعبين نفسكم في الانتخابات على الفاضي. كان من الاول بايدن قال ان ترامب بيخدم روسيا، كان منعه من الانتخابات، ولا بقى قناصه وضرب نار ورصاص وحوارات. ستقيس يعني حضرتك في انتخابات رئاسيه جايه قريب، وانت خلاص مدتك قربت تخلص، ايه رايك في حاجه اسمها تداول سلمي للسلطه؟ سلطته ليست كرسيا واريكه. حاسس ان هو كان محتاج يكملها، السلطه ليست كرسي او اريكه، دي مسؤوليه ودستور بيتعدل سيكا. انا بس مستغرب انك مستغرب ان الناس قطعوا الانتخابات التشريعيه و ويتهافتون على الانتخابات الرئاسيه. ايوه حضرتك، ما هم عايزين يحلوا المشكله من اساسها بقى. يعني افتح لكم الانتخابات التشريعيه محدش يترشح، اما الانتخابات الرئاسيه عندما تبدا تنزلوا قصادي احزن ام لا احزن. انا بصراحه بقيت في نص هدومي قدام الديمقراطيه بتاعه الامريكان، كان نفسي اعلمكم الانتخابات الرئاسيه العربيه يعني، بس انتوا بصراحه يا عرب مش بيساعدني خالص. يعني الامريكان يشوفونا كده يقولوا علينا ايه؟ خايف يعني يفكروا يعني والعياذ بالله ان احنا عندنا ناس بتكفر بالديمقراطيه. الديمقراطية ثبت أنها نظام فاشل كامل. الديمقراطية عندنا في العالم العربي هي اللي جابت حماس. معلش بس يا علونا، بس يعني 5 سنتي بعيد عن الشاشة لحسن هموت مخنوق بجد. وإيه اللي أنت جايبه معاك ده؟ أنت بقيت تشرب من المصدر على طول؟ خلي بالك ده مش شكل واحد فاهم، ده شكل واحد بيعبي إزازة وشادد أمونيا لما معمي. الديمقراطية هي اللي جابت حماس بجد؟ طب وباقي الأنظمة كلها تزوير؟ والله العظيم لو بنشجع الدكتاتوريه كان زمان بشار بيصلي بالجيوش العربيه في الاقصى، بس هتقولوا ايه؟ يا جدعان علونا اصلا عنده طار مع الديمقراطيه والحريه. قالها الديمقراطيه يا جماعه بجد؟ بذمتكم في احلى من الحريه؟ هذه الحريه ادتنا في 60 داهيه، يا اخويا انا مع الدكتاتوريه التي تحفظ للقيم. اه والله العظيم يا اختي، هو في احلى من الدكتاتوريه يا شيخه؟
ديكتاتور اه كده بس عنده قيم في الديكتاتوريه اللي هو يعني اللي هيكمم الافواه يكممها بحته قماش حرير عشان التسلخات يا جدعان. لو هيموتني عشان رايي مش هيرميني في نص الشارع، لا هيركني على جنب عشان اماطه الاذى والمعارضين عن الطريق. صدقه يا جدعان. ايوه بجد يا جماعه انا نفسي في الرئيس اللي يقول لي ما تخرجش الشارع الا باذن، اطبخ له نتيجه الانتخابات واربي له شعبه ويرجع كده بالليل اقلعه البياده وسيقره رجله. يا دي كانت احلى قيم بناخدها ايام بوتفليق، ايام التحالف الرئاسي الجميل. حي احنا بينا نشكر في الدكتاتوريه على الهوا كده وفي المؤتمرات بجد؟ لا ده احنا كده عشنا كتير قوي في الدكتاتوريه لدرجه ان احنا نسينا حلاوه الديمقراطيه. ركزوا معايا يا جماعه، احنا عندنا في منطقتنا ازمات اقتصاديه كتير، عندنا تطرف وحروب طائفيه، كل ده مش هينتهي الا من خلال تحقيق الديمقراطيه. احنا مرينا بحرب طائفيه، احنا مرينا بحرب مع الارهاب اخذ من عندنا الاف الارواح، كل هذا بسبب شيء واحد ان احنا تخلصنا من الدكتاتوريه. عادي يا باشا هتلاقيها في الريسايكل بن، نط جواها هاتها وتعالى موجوده. انا اول مره اشوف حد حزين انه تخلص من الدكتاتوريه. اه والله معاك حق يا اخويا، كان المفروض نسيب الزعماء الدكتاتوريين دول يحكمونا لحد قيام الساعه، ما يقومش من على الكرسي الا على التابوت، واللي يموت نعمل له مقام عشان يفضل يحكم. خلاص يا جماعه خلاص انا اسف، انا فهمت دلوقتي الديمقراطيه. الديمقراطيه مش معناها سياده الشعب خالص، معناها سياده اللواء وسياده العميد وسياده العقيد، مش معناها الفصل بين السلطات، هي سلطه واحده وتدعم كمان نظام فصل عنصري عشان تعرف تكمل. واضح ان حتى الديمقراطيه المشوهه بتاعه الغرب برقبت اكبر ديمقراطيه في الشرق الاوسط، على الاقل في هناك منافسه. ولو اللوبي الصهيوني ممشيهم يا ريت يبقى عندنا لوبي عربي يتحكم في كل الدول العربيه، بس احنا لو طولنا ديمقراطيه وشكلنا كده ما طولناش استقلال. استنوني. اهلا بيكم مره ثانيه. اسرائيل كل مدى بتعلى على نفسها في الاجرام، الاسبوع اللي فات قتلوا وجرحوا المئات في قصف جوه خان يونس. خلاص ما بقاش متبقي غير كام مدينه في فلسطين عشان يتسمى مجزره باسمها. الخسائر البشريه ديت بتخلي الخبراء السياسيين دايما يفكروا في حل القضيه الفلسطينيه يرضوا كل الاطراف، بس المشكله بنخترع حلول مشوهه اكتر زي مثلا التطبيع او صفقه القرن، كلها حلول على المدى الطويل بتدعم الاحتلال انه يكسب وقت اكتر ويتوسع اكتر واكتر في الاراضي الفلسطينيه. في الاول يتعدى على الارض غيره بالسلاح والمتفجرات، وبعدين يخش يفضيها بالجرافات ويبني مستوطنات ويزداد الخناق والحصار، فنرجع نفكر تاني في حل القضيه الفلسطينيه. بس معرفش ليه دايما بنوصل لنفس الحل ونفس النتيجه، وهي اننا لازم نتخلص من الاحتلال الاسرائيلي. كده بس انت لما بتفكر تطبق الحل ده هيقول لك انك معادي للساميه، ومش بس كده وهتلاقي اكتر من 7-8 دول عظمى واقفه على وشك وبتهددك ويحسسك ان انت بتتبلع على الصهاينه، رغم ان هم ارتكبوا اكتر من 3388 مجزره. تخيل انه باستخدام اكتر من 80,000 طن قنابل اتخلصوا باكتر من 16,000 طفل و10,000 سيده، واجمالي الشهداء يتعدى ال 40,000 شهيد، باجمالي مصابين يتعدى ال 90,000. تخلصوا من 430,000 وحده سكنيه و443 مدرسه و100 مستشفى و131 سياره اسعاف و197 مقر حكومي و206 موقع تراثي واسري و609 مسجد و3 كنايس. ايه مش شايفين دي من كتر الارقام؟ طب خلي بالكم بقى عشان في اكتر من مليون غزاوي بيموت من الجوع. اظن دلوقتي كلنا اتاكدنا مين عدونا الحقيقي في المنطقه وليه الحرب دي لازم بسرعه تقف. اذا انتهت هذه الحرب دون تخلص من حماس فهي انتصار لحماس وهزيمه لاسرائيل وهزيمه للعالم الحر. حماس يجب ان تنتهي لكي تعيش غزه في امان واستقرار. ستوب 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 ثانيه واحده يا جماعه بس، هو مين ده؟ مين عبد العزيز بن شيكل ده؟ معلش وايه اللي بيلف وراك في رخامه الوقت؟ هو ده الراوتر ولا حاجه تانيه؟ ده لو واحد متعلم في مدارس عبري يتكسف يقول الكلام ده. وان كان يعني بصراحه المكان اللي بتعمل فيه اللقاء لايق على المشهد كله، ورايك باين قوي انه مطبوخ مش اورجانيك. وهزيمه للعالم الحر. العالم الحر؟ طب وطي صوتك بقى عشان العالم الحر بيتظاهر دلوقتي ضد تطار العصر. ومعلش انت عايز الحرب تكمل ليه؟ انت بنختك اسير؟ ولا انت شاري بيت في مستوطنات غلاف غزه ولا؟ تخيل في الوقت اللي كلامنا بيترجم للانجليزي والفرنساوي عشان ينشر القضيه، ده كلامه بيترجم عبري عشان ينكل بيها. قول لي انت شارب ايه؟ ده حتى تجار الحشيش في المغرب مقاطعين اسرائيل. بمناسبه بقى بصراحه المغرب اهم من كل ده، لان المغرب وشعبها من اكثر الشعوب اللي طول عمرهم بيدعموا القضيه الفلسطينيه، من اول سنه 1948 لما شاركوا بمتطوعين في الجيش العربي، وقتها اتقتل 10 مغاربه في معارك القدس ويافا وحيفا.
لحد كاس العالم سنة 2022 لما 10 مغاربة بحارس المرمى والدكة كلهم رفعوا العلم الفلسطيني. في دايما تضامن سياسي وشعبي وروابط ممتدة لصالح القضية الفلسطينية، مش بيفوتوا مناسبة عشان يعلنوا ده، لدرجة ان طالبة مغربية وهي بتتخرج من الكلية استغلت اهم لحظة في مسيرتها العلمية ولبست الكوفية الفلسطينية. الموضوع ده بقى ضايق مين؟ تخيلوا كده، لا مش نتنياهو ولا بن جفير، يا عم ابراهيم عيسى ايه بقولك المغرب. الموضوع ده ضايق عميد كلية اخرى وكان رافض يسلمها الشهادة. جرايه حضرة العميد، مش عيب تجار الحشيش يقطعوهم وتجار العلم يدعموهم؟ للأسف التطبيع مع إسرائيل شكله كده هيخترق كل مساحاتها الشخصية. قال إيه؟ عايزين يغيروا حاجات تربينا عليها من وإحنا صغيرين. بس الأخطر من كده إن الاختراق ده هيزيد في المغرب أكتر وأكتر بعد ما قررت الحكومة المغربية إن هي تتعاون مع الجيش الإسرائيلي وتشتري قمر تجسس من هناك، تخيلوا بكام؟ بمليار دولار. إيه بقى قصة القمر ده؟ نتحدث مع السيد عبد الحق صنايبي الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية. مليار دولار هي قيمة كبيرة بالنسبة لهذه الصفقة، ما هي مميزات هذا القمر الصناعي لكي تدفع الرباط هذا المبلغ؟ أعتقد بأن الحديث على مليار دولار هو كلام فيه كلام، واتفاقات تتم بين الدول وليس بين الأنظمة والحكومات. وأنت تعلمين بأن المغرب يعني عمليا طوى صفحة ديال بنيامين نتنياهو، وبالتالي هو يتعامل مع الدولة الإسرائيلية، وبالتالي هنا فرق ما بين الحكومات عابرة وما بين الدول اللي هي مستمرة. يعني عليك يا إسرائيل يا مظلومة، طب مش تقول لنا يا عم من بدري؟ أيوة يا جماعة نتنياهو هو اللي وحش، لكن الستة مليون اللي حواليه كلهم كويسين. طبعا في فرق ما بين نتنياهو ودولة إسرائيل، أصل اللي بيقصف غزة مش إسرائيل ده نتنياهو، واللي بيستوطن بيوت الفلسطينيين مش الإسرائيليين، مفيش غيره نتنياهو. ما بين الحكومات العابرة. فكرتني بأيام شارون، كانت إسرائيل مسلمة على الآخر، 75 سنة الفلسطينيين عايشين معاهم كلهم استقرار، لكن نتنياهو منه لله هد كل إنجازات شارون واللي قبليه. إن شاء الله اللي جاي بعد نتنياهو أكيد كويس وهينسحب من كل فلسطين ويرجع بقى أمجاد شارون. ده بتقول يا اسطى حكومات عابرة إيه؟ إسرائيل ما بنشوفش منها غير الصواريخ العابرة. حضرتك كان في 75 سنة احتلال ولسه شايف إن العيب في النظام. ده بتقول إيه يا برايز؟ ده محسسني كده إن المليار دولار ديت لولا الحرب كانت هتخش في صندوق تحيا إسرائيل هيزرعوا بيها أشجار زيتون، بعد كده هيجيبوا بيها سلاح ويمطروا بيها أهل فلسطين كلهم. ما بين الحكومات العابرة. طب بالنسبة بقى للشعب المستوطن اللي بيتجند وبيقصف وبيهجر، ولا أنت فاكرهم بيجيبوا السلاح ويستعينوا بعمالة من الهند وباكستان؟ عيب عليك، ده أنت اسمك حتى عبد الحق، قول الحق في القمر اللي هيدفع فيه مليار. دافعين مليار دولار عشان قمر تجسس؟ ضحك عليكم، يابا هات 50,000 جنيه مصري وأبعت لك قمر مصري يقوم بالواجب. انا بس يا جماعه مش فاهم بجد، يعني هو انتوا بجد هتدفعوا مليار دولار عشان تاخدوا قمر تجسس من اسرائيل؟ ده احنا لسه في الحرب. هو عشان يعني المخطط من النيل للفرات فهنطبع من غير شروط؟ طب ايه رايكم نركن الخبراء الامنيين عشان دول في عرض صفقات ياكلوا بقى عيش؟ احنا عايزين السياسيين الفاهمين اللي فاهمين توابع الصفقه عشان يشرحوا لنا ازاي تصرف مبلغ ضخم زي ده وتصرف كمان على صفقه مع دوله الاحتلال. أرحب من الرباط بالدكتور عبد الفتاح نعوم الباحث في العلوم السياسية، هل من معلومات لديك أكثر عن تفاصيل هذه الصفقة؟ الأمر يطرح وكأن المغرب يخبئ علاقاته العسكرية يعني وتعاونه العسكري مع إسرائيل. المغرب شفاف في هذا الموضوع وعقد اتفاقية عسكرية مع إسرائيل، لكن جهود المغرب في إنصاف القضية الفلسطينية والترافع على الفلسطينيين يقدره الفلسطينيون. المغرب أصدر بلاغين أدان فيهما قتل المدنيين في أي مكان كان. الله، بلاغين كتير والله. بلاغين في 10 شهور؟ لا بجد كتير كتير والله، يعني بلاغ كل 5 شهور. طب يا اخي كنت قسمتها نص بلاغ كل شهرين ونص، مش ممكن. ايه ده بجد طلعتوا بيانين شكب ودنا؟ سوري يا جماعه ما خدناش بالنا. لا تعالى بدارك يا باشا وطبع واستورد وصدر. أهم حاجة لما تشتري سلاح من إسرائيل تشوف الريفيوهات من حروبها في غزة، أحسن تلبس في مركفة تعبانة. لا مقدرين جدا والله، ده الواجب تجاه القضية الفلسطينية طلع بسيط قوي. أنت طلع بيان الفلسطيني واستثمار مع الإسرائيلي. أن المغرب يخبي علاقاته العسكرية. علاقة على سنة أمريكا وإسرائيل، نخبيها ليه يا جماعة؟ طالما إن بابليك وفيها تطبيع صوت. المغرب شفاف. الصراحة دي الحاجة الوحيدة اللي قلتها صح، بس مش في المغرب بس،
انا عايز اقول لك العرب كلهم في الحرب على غزة. بس انا عندي سؤال، هي الناس في المغرب معترضة ليه؟ معترضة عشان الصفقة مع اسرائيل، ولا عشان الصفقة بمليار دولار، ولا عشان الاثنين؟ استبعد يعني عن العلاقات الدبلوماسية والتطبيع، مش يمكن المليار دولار دول كانوا ممكن يفكوا زنقة تانية من المشاكل الكتير اللي موجودة في المغرب، وكان أولى بيها الشعب المغربي؟ تخوض شغيلة في قطاع الصحة العمومية سلسلة من الإضرابات الأسبوعية المتتالية والتصعيدية، احتقان غير المسبوق الذي يعيشه قطاع الصحة في المغرب، وبشرت قوات الأمن في تنفيذ اعتقالات بالجملة وسط المحتجين واستخدام قاذفات المياه لتفريقهم. هل هذا الأمر من شأنه أن يزيد من احتقان الشارع المغربي؟ يا زي لا يوجد احتقان ولا أي شيء. يتم الآن ضربنا بالماء، يتم الآن ضربنا بالماء. في المغرب هناك يوجد مناخ حرية وحرية التعبير، كل التنظيمات كل الجمعيات كل من أراد أن يقوم بأي مظاهرة بمجال مفتوح. القانون في المغرب موجود وحرية التعبير موجودة. أنتوا أصلا لسه بتنزلوا مظاهرات عندكم في المغرب وبترش عليكم مية بس؟ عندنا آخر مرة كان رش المية عداوة كان الدولار بستة جنيه، لكن دلوقتي أقل من خرطوش ما نزلش مظاهرة. طب ينفع تاخدوني عندكم اتقمع شوية وارجع تاني مصر؟ وحشنا قوي زمن القمع الجميل ده. لا، هي حرية الرأي موجودة في المغرب بالظبط زي الشفافية بتاعت الحكومة في التعامل مع إسرائيل. بس يا جماعة اللي شايفينه ده مش حرية رأي خالص. يا زي لا يوجد احتقان ولا أي شيء. ما هو الاحتقان بيعمل سخونية، فكنا بنعمل لهم كمادات عشان تنزل درجة حرارة الشباب. بس هو مش المليار دولار دول كان أولى نستثمرهم في البلد؟ تكلفة بناء مستشفى ابن سينا لوحدها فيها أكتر من 1000 سرير وعلى أعلى مستوى، تكلفتها كام؟ 600 مليون دولار، يعني بفلوس القمر الصناعي تقريباً تقدر تبني مستشفيتين. أغلى مرتب ممكن طبيب ياخده في المغرب هو 22400 درهم، يعني 2200 دولار. شوف بقى المليار دولار بتوع القمر الصناعي دول كان ممكن يقبض كام طبيب بيعاني من أزمة الرواتب. بس هي إسرائيل كده عمرها ما دخلت في حاجة في الوطن العربي إلا ما خربتها. النهاردة يدخل لك في أمر تجسس، بكرة في أمر صناعي، بعد كده تلاقي قناة عبرية بتذيع ماتشات الدوري، تلاقي لعيب إسرائيلي محترف في صفوف أكبر نادي. هي كانت تبدأ كده يا جماعة، ما يصحش ترفع كوفية فلسطينية دلوقتي وبعدين قدام تلاقي علمهم مرفوع على أعلى ساري علم في البلد. لو بتشوفونا من خلال السوشيال ميديا تقدروا تشوفونا كل يوم خميس حصري على التلفزيون العربي في الأوقات والترددات اللي تحت لينك الفيديو ده، واشتركوا في قناة جوشو على اليوتيوب وفعلوا زر التنبيهات هيوصلكم جديد أول بأول. تصبحوا على خير، اشوفكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من جوشو.